بسم الله الرحمن الرحيم. حنتكلم الآن عن الـ anterior abdominal wall. طبعا الـ abdomen هي الـ region اللي زي ما قلنا ما بين الـ trunk وما بين الـ trunk والديفرام above and the inlet of the pelvis below. هذه الـ trunk والديفرام above and the inlet of the pelvis below. يعني إحنا هنا في منطقة الـ abdomen. The bony boundaries of the anterior abdominal wall above it's bounded by the xiphoid process and costal margin, and below it is bounded by the iliac crest, pubic crest, and pubic tubercle. يبقى هذه boundaries above and below for the anterior abdominal wall. طيب يا ترى ايش الـ structure of the anterior abdominal wall؟ زي اي منطقة في جسم الإنسان، هنلاقي عبارة عن skin, superficial fascia, muscles, extra peritoneal fascia and peritoneum. السكن تبع الانتيرو ابدومينال وول النير سبلاي حقه مهم حقيقة. هو عبارة عن الانتيرو ريماي of the lower sixth thoracic and first lumbar nerves. يعني أقصد بالانتيرو ريماي هنا اللي هي lower sixth intercostal nerve بالإضافة للفيرست lumbar nerve. Blood supply اللي بيغذي الانتيرو ابدومينال وول اللي هو السوبيريو بيجاستريك وده برانش من internal thoracic artery، والانفيريو بيجاستريك برانش من الاكسترنال ايلياك ارتري، وبعدين عندك الانتركوستال اللي هي اللور تو بوستيريور انتركوستال برانشز اوف ديسندينج ثوراسيك اورتا، عندك اللمبر اللي هي الفور اوف ابدومينال اورتا، ديب سيركمفلكس ايلياك ارتريز من الاكسترنال ايلياك ارتريز، كل واحد والمصدر حقه. عندك هيوج بلاد سبلاي للانتير ابدومينال وول. الفينس درينج طبعا بيروح الاكسيلري فين، فيمورال فين، بارا امبلايكال فينز. Lymphatic drainage above the umbilicus, then anterior axillary lymph node, below the umbilicus into the superior inguinal nodes. Superficial fascia here, and then a superficial fatty layer and deep membranous layer. Deep fascia, it is a thin layer of connective tissue covering the muscles. About a thin layer of connective tissue covering the muscles in the deep fascia of the anterior abdominal wall. This is lymphatic drainage. We can see here the umbilicus. Above the umbilicus, it will go to the axillary. Below the umbilicus, it will go to the superficial inguinal lymph nodes. وهذه الفينس درينج زي ما قلنا network of veins radiate from the umbilicus. It drains above into the axillary vein, below into the femoral vein والبارا umbilical. وبنقول هنا في منطقة بورتو systemic anastomosis اللي هي البارا umbilical veins مع البورتال vein. هنا منطقة بورتو systemic anastomosis وهذه تكلمنا عنها اللي هي الكابت مدوزي، وقلنا كيف انه بتحصل عملية في حالات البورتال هايبرتنشن بيحصل ارتجاع للدم في داخل الفينز اللي منبثقة من الامبلايكس، فتعمل زي راس المرأة الغجرية فبيسموها كابوت مدوزي، وهذه ساين فور ليفر سيروزس او بورتال هايبرتنشن. Now let us talk about the muscles of the anterior abdominal wall on each side. في عندنا ثلاثة flat lateral، ثلاثة flat lateral muscles اللي هي ايه؟ external oblique، تحتها internal oblique، تحتها transversus abdominis، وفي واحدة في النص بنسميها strap like with tendinous intersections اللي هي rectus abdominis، فيها tendinous intersections strap like جاية بالطول اللي هي rectus abdominis. إذن أربع عضلات، ثلاثة lateral flat واحدة بالطول في النص. طبعا هنا بتكون المنطقة هذه من الأبدومين في المنتصف كلها عبارة عن الأبونيروسيس حق كل العضلات حق الانتيرو ابدومينال وول، ودي حماية سبحان الله، بالإضافة إلى دي جات اللونجيتودينال ماسل زي المخدة اللي ماسكة الوسط البطن عشان سبحان الله أي ضربة أي خبطة أي حاجة يكون في حماية للأورجنز في المنطقة دي. نبتدي أول واحدة بالإكسترنال أوبليك. الإكسترنال أوبليك ماخدة أوريجين من الأعلى للأسفل، فماخدة من الأوتر سيرفيس أوف ذا لور أتريبس. هنعد الأتريبس اللي فوق هي ماخدة من الأوتر سيرفيس حقها. الدايركشن أوف فايبرز هنا مهم، دايركتد داونورد فورورد للأسفل وللأمام. في نهايتها بيجي الأبنيروسيس حقها اللي هو الأبنيروسيس which is a flat tendon. بيمسك فين؟ بيمسك في الاكزيفويد بروسيس، بيمسك في اللينيا ألبا اللي هو في النص. فين اللينيا ألبا؟ بس عشان تكونوا عارفين، هذا اللي هو اللينيا ألبا اللي يقسم ما بين الاثنين ريكتس أبدومينس.
وبعدين عندك اللي هو بيوبيك ريست، وبيمسك في البيوبيك ريست، وبيمسك في البيوبيك تيوبريكل، وبيمسك في الانتيريور هاف اوف ذا ايليك ريست. انتيريور هاف اوف ذا ايليك ريست هذا كله بيكون الممسك اوف ذا ابونيوروسيس اوف اكسترنال اوبليك. انجوينال ليجمنت، ايش هو الانجوينال ليجمنت؟ انجوينال ليجمنت انه اللور بوردر اوف ابونيوروسيس اوف اكسترنال اوبليك بين الانتي اللي ممتد بين الانتيريور سوبير اليك سباين وبين البيبك تيبريكل، بيكون فري، بيلف على نفسه يا جماعه، بيلف على نفسه، فبيعمل انجوينال ليجمنت. الانجوينال ليجمنت ما هو اللي عباره عن جزء من الابونيوروسيس اوف اكسترنال اوبليك ماسل. ابونيوروسيس اوف اكسترنال اوبليك هو اللي عمل الانجوينال ليجمنت. طيب خلينا نقول انه في فتحة صغيرة كده في الـ external oblique abneurosis اسمها superficial inguinal ring. So what's the definition؟ شايفين اللي بأشر عليها دي هي superficial inguinal ring. It is a triangular shape defect in the external oblique abneurosis. إذا هي عبارة عن فتحة شكلها زي المثلث في الـ external oblique abneurosis. في علامة كده لها، هي موجودة above and medial to pubic tubercle. يعني لو جينا شفنا البيوبيك تيبريكل هنا هنلاقيها above and medial to pubic tubercle. لو تتذكروا كانت الفيمورال رينج اللي هي الفتحة العلوية حقت الفيمورال كانال كانت below and lateral to pubic tubercle. إذن هذه الانجوينال superficial inguinal ring above and ميديال. عشان كده بنعتبر البيوبيك تيبريكل is an important landmark عشان موضوع الهيرنيا. طيب ايش اهمية انه الاكسترنال ابليك ابنيوروسيس فيها فتحة؟ الاهمية انه بيعدي منها يا جماعة السبرماتيك كورد او الحبل المنوي او الراوند ليجمنت اللي هو الليجمنت المستدير عند السيدات اللي خارج من اليوترس، ويعدي من الفتحة دي وكمان معهم اليو انجوينال نيرف. هذه الكونتنت اوف انجوينال كانال. اذا في هنا كانال بيعدي هنا الكانال كده، اعتبريها زي كانها ماشيه مع شكل الانجوينال ليجمنت، لها فتحه داخليه في الفيشي ترانسفيرزاليس على ناحيه البطن، ولها فتحه خارجيه في الاكسترنال اوبليك ابنيوروسيس على الواجهه الخارجيه. فاي ستراكشرز تيجي بتعدي من البطن وتخرج على خارج الجسم، تعدي من الانترن من الديب انجوينال رينج، تمشي في الكنال، تخرج من السوبرفيشال انجوينال رينج. طيب الله سبحانه وتعالى جعل هذا المسار عشان الحاجات اللي بتعدي طبيعي، زي مثلا عندك التستس، الخصيه كانت اساسا في البطن وبعدين نزلت الى خارج البطن عن طريق مرورها في الانجوينال كنال. لما نزلت من الحبل المنوي حقها ده اللي بنسميه سبرماتيك كورد، ولا في التستيكولار ارتري، تستيكولار فين، والليمفيزلز، والنيرف حقت التستس كلها متعلقه فيه. ولكن فضلة الفتحة اللي هي الديب انجوينال رينج والسوبرفيشال انجوينال رينج موجودة. هنشوف دحين في حالات الانجوينال كانال كيف حيساء استخدام هذه الفتحتين، السوبرفيشال انجوينال رينج والديب انجوينال رينج. ادي هي برضو اهي سوبرفيشال انجوينال رينج، it is a defect in external oblique abneurosis. اذا حاجتين تفتكروها يا جماعة، رجاء رجاء رجاء، حاجتين تفتكروها لها علاقة بالإكسترنال أوبليك أبنيوروسيس، سوبرفيشال إنجوينال رينج والإنجوينال ليجمنت. أدي هنا منظر الريكتس أبدومينس الرائعة والتندنس إنترسيكشن زي ما بيسموها الناس العاميين سيكس باكس. أوكي، نيجي بعد كده الإنترنال أوبليك مسل. إنترنال أوبليك مسل it lies deep to external أوبليك، ودي جاية من الأسفل إلى الأعلى. شوفي ماخذة أورجن من فين؟ من اللمبر فيشيا، الفيشيا اللي مبطنة للبطن سموها لمبر فيشيا، من الأنتيريو تو ثيرد أوف إليك ريست، من اللاترال تو ثيرد أوف إنجوينال ليجمنت، والفايبرز راديات أبورد أند فورورد. هذيك كانت داونورد باكورد، هذه أبورد سوري كانت داونورد فورورد، داونورد فورورد. فعندك هنا الانترنال اوبليك هتيجي ابورد فورورد، كلهم فورورد لكن واحده داونورد فورورد واحده ابورد فورورد. طيب وبعدين في نهايتها هيكون الابنيوروسيس. طب الابنيوروسيس هيمسك فين؟ تعالوا نشوف من الاعلى للاسفل. هيمسك في اللور 6 كوستال كارتريجز، لور 6 كوستال كارتريجز، وهيمسك في الاكزيفويد بروسيس، وهيمسك في اللينيا البا، وهيمسك في السيمفيسس بيوبس، وهيمسك في البيوبيك تيوبريكل. شبيه جدا الانسيرشن حقها بنفس الانسيرشن حق الاكسترنال اوبليك، لكن فرق بس ايه انه هذه جايه من الاسفل للاعلى وهذيك جايه من الاعلى للاسفل.
transversus abdominis الداخلية آخر حاجة بعد ال internal oblique وهي thin sheet of muscle lies deep to internal oblique ودي جاية من ال deep surface of lower six costal cartilage. لاحظ ال lower six costal cartilage أتكرر اسمه أكثر من مرة. جمع مين اللي ماخدين وعاملين origin insertion في ال lower six costal cartilage وماخذه من اللمبر فيشيا من الانتيريور تو ثيرد اوف الكريست واللاترال ثيرد اوف انجوانا اللي قبل وجايب الابنيوروسيس حقها ماسكه الاكسيفويد بروسيس واللينيا الباوسينفيسيس بيوبس والبيوبتيبريكل كل العده اللي في النص دي. في تشابه كبير بينهم. هنكمل الان فيشيا ترانسفيرزاليس بس ما اعرف هنكملها. اوكي هنكمل الفيشيا ترانسفيرزاليس. فيشيا ترانسفيرزاليس هي عباره عن ثين لاير اوف فيشيا سمعناها قبل كده كانت عامله الانتيرير وول اوف فيمورال شيث. الان الفيشيا ترانسفيرزاليس هي عباره عن ثين فيشيا بتبطن الترانسفيرسس ابدومينس مسل. يعني يا جماعه الترانسفيرسس ابدومينس هي اعمق وحده في العضلات فهي دي تبطنها من جوه من ناحيه التجويف البطني الفيشيا ترانسفيرزاليس. الفيشيا ترانسفيرزاليس والديفراجماتيك فيشيا والإلياكس فيشيا والبلفيك فيشيا كلها continuous lining of abdominal and pelvic cavity كلها واحد خط واحد فيشيا واحدة لكن سموها بحسب المكان اللي هي فيه. فالفيشيا ترانسفيرزاليس والفيشيا إلياكا تنزل على الفخذ حوالين الفيمورال فيزلز وتعمل لنا الفيمورال شيث. فاكرين لما قلنا الفيمورال شيث بتعمل الانتيرير وول حقها من الفيشيا ترانسفيرزاليس لانه الفيشيا ترانسفيرسالس اصلا نازله من الانتيرير ابدومينال وول والبوستيرير وول حقها من الفيشيا الياكا. وقلنا هذا الكلام مهم ساعتها فهذه النقطه مهمه. الديب انجوينال رينج هي عباره عن فتحه في الفيشيا ترانسفيرسالس ودي موجوده حوالي نص انش فوق الانجوينال ليجمنت ميد واي يعني في نص المسافه بين الانتيرير سوبيريليك سباين والسيمفيسس بيوبس. هذا مكان الديب انجوينال رينج اللي أبغاكم تعرفوه هنا لو ما حفظت هذه الديتيلز بس أعرف لي إن هي فتحة في الفيشيا ترانسفيرزاليس اللي تطل على التجويف البطني عشان تفهم الإنجوينال هيرنيا كيف صارت. إذا في عندنا حاجة اسمها ديب إنجوينال رينج موجودة في الفيشيا ترانسفيرزاليس في عندنا حاجة اسمها سوبرفيشال إنجوينال رينج موجودة سوبرفيشالي في الإكسترنال أوبليك أبنيروسس. وبعد نخلص الفيديو ده وبعدين نشوف نكمل إنجوينال كنال. السلام عليكم.